أنا انضممت إلى فريق سبكم أو فريق العمل في شركة سبكم عام 2004 بالتحديد في شهر نوفمبر، وكان هذا وقت إنشاء مصنع اليوتان دايول. طبعا كان شعور أي خريج حديث من الجامعة اللي يرغب أنه يخوض مجال الصناعات البتروكيمية أو المجالات التي تنصب في مجال تخصصه، كان تخصصي الهندسة الكيميائية، وكان التحدي هو يعني نقدر نقول كان في جزء من أنك تكون من فريق عمل يسعى إلى جعل سبكم شركة مرموقة، شركة معروفة في أواسط الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً أنها كانت أول أو من أوائل الشركات الخاصة في هذا المجال. طبعاً أنا انضميت إلى فريق عمل سبكم كمهندس عمليات، بعد كذا ذهبت إلى الأستيل، مجمع الأستيل أو هندسة العمليات، قسم هندسة العمليات، وفي نفس الوقت جاءتني فرصة العمل كمهندس سلامة للعمليات، Process Safety Engineer، لوقت تشغيل أو ستارت اب للأستيل كومبلكس اللي هو مجمع الأستيل. وبعد ذلك عدت كمهندس إنتاج في عام 2000 نهايات 2009 في شركة أو في مصنع البيوتان دايول. وبعد ذلك انضممت إلى فريق الإداري كأول منصب إداري كناظر تشغيل في مصنع البيوتان دايول نفسه، وهذا كان عام 2010. التحقت بمناصب أخرى في نفس المصنع كمدير التشغيل، وبعد ذلك انتقلت إلى مصنع أول أكسيد الكربون، وهذا أول كان أكبر مصانع أول أكسيد الكربون في العالم كمدير للتشغيل. بعد ذلك انتقلت كمدير مصنع بي بي تي اللي هو بولي بيوتيلين تيريفثاليت، وانتجنا أو معنى صح كان التحدي أن نبني فريق تشغيل يساهم في تشغيل هذا المصنع، والحمد لله نجحنا في ذلك عام 2015 في مارس 2015، لا يمكن أنسى هذا التاريخ. وبعد ذلك تم تعييني من قبل مجلس إدارة سبكم كمدير عام التشغيل للمنتجات الوسطية والمنافع سبكم الانترميديت اند يوتيليتيز جنرال مانجر. المهارات طبعا قد تكون عديدة، لكن أنا في وجهة نظري أنا شخصيا أنا دائما يعني أفكر فيها بهذه الطريقة، عندما يلتقي طموح أو شغف الموظف بأهداف الشركة، أنا أعتقد هذا الشيء يعني لا يقدر بثمن. Excellence here, there and everywhere.